أيها السادات والسادة مشاهدينا، فتحت أيها السادات والسادة مشاهدينا متابعينا الكرام بوابة شوطنا الثالث لمسافة 1200 متر مخصص للخيول المصنفة تصنيف من 56 إلى 75. نرى الصدارة، ون كولبيكس يتصدر في هذه اللحظات، هاينتينغ من الجهة الداخلية مع مؤنس السيابي، وأيضا تواجد لستورم مون وتشارتش ميوزك. إذن ها هي الخيول المتصدرة، تشارج ميوزك في ثالث المراكز، إذن هاينتينغ في الصدارة مع مونس السيابي في هذه اللحظات، ستورم مون في ثالث المراكز، تواجد للمرشح تكاثر يصل أيها السادات والسادة، تكاثر وهاينتينغ خطوة بخطوة، مونس السيابي وتشارج ميوزك في ثالث المراكز، ونعود لهاينتينغ وتكاثر خطوة بخطوة أيها السادات والسادة، ودوج يتواجد وتشارج ميوزك، والأداء لدار راشد في هذه اللحظات، دار راشد وأسعد السيابي ومونس السيابي، وتكاثر في ثاني المراكز، أورجينال كينج ستار قادم أيها السادات والسادة، وكهلان أيضا يتواجد، ولكن دار راشد مع أسعد السيابي يسجل الانتصار لعيسى بن